اهلا بكم مشاهدينا الكرام الى تغطيه جديده عبر النيل المباشر. ومعنا اليوم الرئيس السيسي يستقبل العاهل الاردني بمطار العلمين الدولي قبيل انطلاق قمه مصريه اردنيه فلسطينيه. وفي الملف الثاني وزير التعليم العالي يعلن الحدود الدنيا لتنسيق المرحله الاولى للقبول في الجامعات. نبدأ الملف الأول. فتستضيف مدينة العلمين الجديدة قمة ثلاثية بين مصر والأردن لبحث تطورات القضية الفلسطينية. وقبيل انطلاق القمة استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني بمطار العلمين الدولي. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة على الهواء من مدينة العلمين الجديدة علاء رشوان مراسل النيل. علاء، بعد التحية لو تطلعنا على الجديد لديك فيما يخص القمة الثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين. نعم، استبق هذه القمة الثلاثية استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حيث عقدت قمة مصرية أردنية ثنائية بين السيد الرئيس ومضيفه الملك عبد الله الثاني. قمة ثنائية مصرية أردنية أكدت على قوة ومتانة العلاقات التي تجمع بين مصر والأردن، وجرى التأكيد خلالها على أهمية تنفيذ مقررات اجتماعات اللجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية التي كانت قد عقدت مؤخرا، وأيضا التأكيد على أهمية التعاون الثلاثي الذي يضم كل من مصر والأردن والعراق، بالإضافة أيضا إلى استعراض عدد من مستجدات قضايا المنطقة ذات الاهتمام المشترك. عقب هذه القمة المصرية الأردنية المشتركة عقدت قمة مصرية أردنية فلسطينية بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، للتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية والتأكيد على مشروعية القضية الفلسطينية والحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني في ضوء مستجدات التي تمر بها القضية الفلسطينية في هذه الأثناء من اعتداءات سافرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي والتعدي على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، سواء فيما يتعلق بالتعدي على المقدسات الإسلامية والمسيحية والتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، أو فيما يتعلق بالمداهمات وحملات الاعتقال المتعاقبة، وأيضا الاعتداءات التي أسفرت عن سقوط أكثر من 260 شهيد منذ مطلع العام الجاري، بالإضافة إلى ملف الاستيطان وتفشي البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية ومحيط البلدة القديمة. جرى التأكيد خلال هذه القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية على أن الخيار الاستراتيجي للعرب كان ولا يزال خيار السلام مقابل الأرض، وأيضا التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور مع الأطراف الإقليمية والدولية للدفاع عن الحقوق التاريخية الفلسطينية ومساندة الموقف الفلسطيني في كل المحافل الإقليمية والدولية، استنادا إلى مقررات الشرعية الدولية والتي تنص على إقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو عام 67، وتكون عاصمتها تكون عاصمتها القدس الشرقية. أيضا التأكيد على أن ملف الاستيطان أصبح ملف يعيق استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والدعوة إلى المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في حالة هذه القضية التي دخلت عامها 55، بالإضافة أيضا إلى بحث مجريات ومستجدات ما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية الفلسطينية وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني في ضوء انعقاد الاجتماعات الخاصة بالأمناء العامين للفصائل الفلسطينية التي كانت قد استضافتها مدينة العلمين أواخر الشهر الماضي. هذه القمة الهامة تأتي في وقت دقيق تمر به المنطقة وتمر به القضية الفلسطينية تحديدا بالعديد من الأزمات والتحديات، ما يتطلب رفع مستوى التنسيق والتشاور الموجود بالفعل بين مصر والأردن والسلطة الفلسطينية في هذا الصدد. معروف أن هذه هي القمة الثانية خلال هذا العام، القمة السابقة كانت في 17
16 من يناير الماضي، وجرى التأكيد كما جرى التأكيد في هذه القمة على أهمية استئناف وإحياء مفاوضات السلام المتعثرة بين الجانبين، ولكن يستبق إحياء هذه المفاوضات تهيئة الأرض ميدانيا لهذا. نعم، شكرا لك علاء رشوان، ونعتذر مشاهدينا الكرام عن هذا العطل الفني من المصدر. ايضا انضم او عاد الينا، هل عدت علاء؟ يبدو انه لم يعد علاء رشوان مراسل النيل. على كل حال مشاهدينا الكرام، سنستكمل نقاشنا حول هذه القمة المصرية الأردنية الفلسطينية، وللمزيد من التحليل والتعليق حول أهمية هذه القمة وما يمكن أن تساهم فيه من أجل تحسين الوضع، أو يعني وضع ما هي القضايا والنقاط التي يمكن أن يحسمها الزعماء الثلاثة خلال الفترة المقبلة. انضم إلينا علاء رشوان من جديد مشاهدينا الكرام. علاء رشوان من العالمين، هل تسمعني الآن؟ أنت على الهواء، هل تسمعني علاء؟ فقدنا الاتصال بعلاء رشوان من جديد. على كل حال مشاهدينا الكرام، تنضم إلينا الآن عبر الهاتف الدكتورة غادة جابر، الكاتبة والباحثة السياسية. دكتورة غادة أهلا بك. دكتورة غادة هل تسمعيني؟ إذن مشاهدينا الكرام، ما زلنا مشاهدينا الكرام في انتظار انضمام ضيف جديد للتعليق حول هذه القمة الثلاثية التي تجمع الرئيس السيسي والرئيس الفلسطيني والعاهل الأردني في مدينة العالمين الجديدة، وما يمكن أن يتم مناقشته من قضايا ومسارات فيما يخص القضية الفلسطينية. إذن مشاهدينا الكرام، نرحب من جديد بالأستاذة غادة جابر، الكاتبة والباحثة السياسية. أستاذة غادة أهلا بك. أهلا بحضرتك يا فندم وكل جمهور قناة الأخبار. أهلا بك دكتورة غادة. أولا، أهمية هذه القمة الثلاثية بين الرئيس السيسي والعاهل الأردني والرئيس الفلسطيني في هذا التوقيت. بالطبع يعني نحن نتحدث عن يعني الدولة المصرية التي دائما تضع على عاتقها الدور الأول بالاهتمام، وأن تكون القضية الفلسطينية هي من أوائل القضايا التي تهتم بها دائما الدولة المصرية. ومنذ أسبوعين يعني في 30 يوليو الماضي كانت هناك قمة أيضا في العالمين الجديدة من أجل المصالحة، أو من أجل أن يكون هناك يعني إنهاء الانقسام بين الفصائل الفلسطينية، وكانت أيضا هناك لجان مشتركة من أجل أن تكون هذه القمة تهدف إلى النجاح وإلى أن يكون الشأن الفلسطيني أكثر استقرارا في الوضع السياسي داخل الدولة الفلسطينية. طبعا القمة بتأتي في وضع صعب جدا، سواء من الناحية الإقليمية أو الدولية أو على مستوى الشرق الأوسط، ويبرهن دائما اهتمام الأردن ومصر بالقضية الفلسطينية أن أمن الشرق الأوسط مرتبط دائما بأن يكون هناك حل نهائي لهذه القضية، وأن تقف الدولة الفلسطينية على حدود 67، وأن يقر المجتمع الدولي بأن الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وأن يكون هناك وقف للنزيف الدائم للشعب الفلسطيني ولهذه الانتهاكات من الحكومة الإسرائيلية. فطبعا بتأتي هذه القمة في ظل عدد كبير من القضايا الدولية والصراعات الدولية التي استغلتها، نقدر نقول استغلتها الحكومة الإسرائيلية طبعا في ظل الصراعات في تغيير النظام الدولي والحرب الروسية الأوكرانية والعديد من الأمور في الحقيقة التي أثرت على اهتمامات الدول العظمى، ويعني انصرفت بعيدا عن القضية الفلسطينية، ولكن دائما حريصة الدولة المصرية أن تتصدر الدولة الفلسطينية المشهد الدولي، وهي دائما بتحرص على أن يكون هناك اجتماعات دورية وبصفة مستمرة بين مصر وخاصة الأردن. وطبعا هنقول الأردن بسبب الدور التاريخي القوي للمملكة الأردنية الهاشمية، وطبعا الوصاية على المقدسات الدينية في فلسطين والعديد من الأمور التاريخية التي تربط الأردن دائما بالقضية الفلسطينية، ولها أيضا أولوية أو الاهتمام الأول من ناحية المملكة الأردنية الهاشمية بالقضية الفلسطينية. وفي نفس الوقت الرئيس عباس أبو مازن طبعا وثقته الدائمة بقدرة وقيادة الدولة المصرية على أن هذه الاجتماعات الدورية بصفة مستمرة بتسعى أن تتصدر
القضية الفلسطينية اهتمام بالمشهد الدولي، وأن يكون هناك استراتيجية شاملة في الأيام المقبلة بتعمل على حل هذه القضية، وأن توقف الصراع الدائم ما بين طبعا أو الانتهاكات من الجانب الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني. تمام. طيب دكتورة غادة، في رأيك ما الذي يمكن أو ما الجديد الذي يمكن أن تسفر عنه هذه القمة حتى يمكن تحقيق ما ذكرتيه من تعزيز الوحدة الفلسطينية، الحصول على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولة مستقلة على حدود 67 عاصمتها القدس؟ هذه التأكيدات هي متكررة، ولكن كيفية الوصول والآليات التي تضمن الوصول إلى تنفيذ هذه التأكيدات التي يؤكد عليها في كل مرة؟ طبعا هناك آليات أساسية ومهمة جدا، أولها طبعا السعي الدائم من الدولة المصرية أن يكون هناك حشد ودعم دولي واحترام للسيادة الفلسطينية وللدولة الفلسطينية، وأن تعيد يعني أن يكون هناك حل للدولتين والوقوف على حدود 67، وده ما تسعى إليه دائما الدولة المصرية. طبعا لابد أن يكون هناك إنهاء للانقسام والنزاع في الداخل الفلسطيني أو في الشأن الداخلي الفلسطيني ما بين الفصائل الفلسطينية، وأن يكون الاتحاد بيهدف دائما لإقامة وإعلاء المصلحة الوطنية الفلسطينية من أجل يعني نقدر نقول الاستقرار للدولة الفلسطينية، وأن يستطيع أن تستطيع كل هذه الفصائل بوحدة وطنية واحدة مقاومة الاحتلال الإسرائيلي. في نفس الوقت يعني بتسعى دائما الدول العربية وطبعا على رأسها الدولة المصرية والمملكة الأردنية الهاشمية أن يكون القضية الفلسطينية لها محل أولي في اهتمام الشؤون العربية والدول العربية، وأعتقد أن الاجتماعات الدورية هذه بتتيح الفرصة أن يكون يعني القضية الفلسطينية محط أنظار الجميع، وأن يكون هناك اهتمام دائم من جانب الدول العربية، وأن يكون هناك اتحاد من أجل حل هذه القضية، وأن يكون هناك اقتراحات العديد من الاقتراحات، أن يكون هناك يعني توحد أو اتحاد عربي عربي أو نقدر نقول لوبي عربي، ويكون له صوت قوي داخل البيت الأبيض نفسه بصفة هيمنته وسيطرته إلى الآن على العالم وبيده القرار الأول في إنهاء هذه القضية. نقدر نقول إن الوطن العربي مع الاستمرارية لهذه القمم ما بين الدول العربية نقدر إن احنا نعمل حشد دولي لهذه القضية، وأن يكون هناك وقوف قوي لهذه القضية من الجانب الدولي، وهذا ما تسعى ليه دائما الدولة المصرية، أن يكون هناك أوراق ضغط من الجانب العربي، يعني الدول العربية والشرق الأوسط. ونحن قلنا في البداية أن أمن الشرق الأوسط مرهون بالاستقرار في الدولة الفلسطينية، فيعني نحن نتحدث أن من يعني نستطيع الدول العربية أن يكون هناك أوراق ضغط من جانب الشرق الأوسط، سواء كانت أوراق سياسية اقتصادية، من أجل أن يعني يثبت لجميع العالم أن الاستقرار والسلام مرهون بحل القضية الفلسطينية، وتستطيع الدول العربية ذلك طبعا تبع للمصالح الكبيرة المتبادلة ما بينها وما بين دول الغرب، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي هي الراعي الأول والدعم الأول لطبعا الكيان المحتل الإسرائيلي، وهي التي بيدها أن تحل هذه القضية إذا أصبحت يعني محط اهتمام من جانب الولايات المتحدة الأمريكية أو يعني المنظمات الدولية الكبرى، وأعتقد أن الدول العربية تستطيع أن تفعل ذلك إذا أصبح هناك لوبي عربي أو اتحاد عربي عربي من أجل حل هذه القضية. طيب دكتورة غادة، أخيرا بالنسبة لما أعلن من بناء مستوطنات جديدة واعتداءات المستوطنين المستمرة على أراضي فلسطينية، وأيضا وجود حكومة يمينية متطرفة، ما السبيل أو ماذا يمكن أن تقدمه هذه القمة في ضوء الأوضاع على الأرض في الأراضي الفلسطينية؟ طبعا بتدين بشدة الدولة المصرية والمملكة الأردنية الهاشمية ودائما القيادة الفلسطينية بتدين بشدة هذه الانتهاكات، وبتطالب المجتمع الدولي أن يكون له يعني وقفة رادعة في ظل هذه الانتهاكات الإسرائيلية التي في الحقيقة يعني تعدت كل المواثيق الدولية وتعدت كل القوانين الدولية التي يجب أن تلتزم بها الدولة المحتلة إسرائيل قبل الشعب الفلسطيني والدولة الفلسطينية. فطبعا احنا بنتحدث عن غطرسة شاملة ومستمرة، وطبعا نتحدث ايضا عن حكومة يمينية متطرفة، ولا ننسى ايضا ان الداخل الاسرائيلي والشأن الداخلي لاسرائيل يعني بيشهد في هذه الايام العديد من التوترات وتصعيد
القلق والتوتر والانقسامات داخل الشأن الإسرائيلي نفسه بسبب وجود هذه الحكومة وما تفرضه دائما من أمور غير مقبولة على الشعب الفلسطيني، سواء على يعني عفوا عن على الشعب الإسرائيلي، سواء على جنود الجيش نفسه أو على المؤسسات داخل إسرائيل أو على الشعب الإسرائيلي، فهو بيرفض. وهناك الكثير من الانتفاضات ضد هذه الحكومة داخل الشأن الإسرائيلي، لكن نقدر نقول أن الحكومة دي لا تعترف بالسلم ولا تعترف بالوجود الفلسطيني ولا تعترف بأحقية الفلسطينيين في الأرض أو امتلاكهم لأي وسيلة لسبيل العيش، سواء البيت أو الأرض أو العيش في سلام. طبعا مع يعني تكرار القمم العربية ومع مطالبة الدولة المصرية والمملكة الأردنية الهاشمية والدولة الفلسطينية والعديد أيضا، يعني نحن نأمل أن يكون هناك أيضا انضمام الكثير من الدول العربية من أجل أن تتصدر هذه القضية المشهد الدولي، وأن يكون هناك يعني أن تعود القضية الفلسطينية ل يعني مكانها الطبيعي كما كانت تتصدر الاهتمام الأول من قبل منظمات المجتمع الدولي ومن قبل الدول العظمى. لكن ما يحدث طبعا غير مقبول من أي أطراف، حتى الدول الغربية بتناد بما تفعله إسرائيل، لكنها مستمرة لأنها لا تجد رادع لأفعالها حتى الآن. الاستمرار في المستوطنات وما تفعله الدولة أو نقدر نقول المحتل الإسرائيلي في الشعب الفلسطيني طبعا هيلاقي المقاومة من الجانب الفلسطيني، وهيلاقي أيضا يعني الدعم الدائم من الدول العربية للقضية الفلسطينية من أجل أن يكون يعني زي ما قلنا في البداية أن السلام في الشرق الأوسط مرهون بالاستقرار داخل الدولة الفلسطينية. ولا ننسى أيضا أن هناك دور قوي للدولة المصرية في يعني الأزمة الفلسطينية أو القضية الفلسطينية. يعني قامت الدولة المصرية بالعمل بمد غزة لإعادة الإعمار، كان هناك يعني رصد مبلغ 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، كان هناك أو ما زالت المستشفيات المصرية مفتوحة لاستقبال المصابين من الشعب الفلسطيني. نحن نتحدث عن شحنات دائمة بتقوم بالتوصيل يعني الخدمات ما بين مصر وما بين غزة. نحن نتحدث عن أن مصر بتهتم بهذه القضية في الأولوية المرتبة الأولى، وطبعا نحن يعني عهدنا ونشأنا أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى في الوطن العربي، وأعتقد أن تكرار هذه القمة من وقت لآخر سوف تعيد هذه القضية لموقعها أو لمكانها الطبيعي، ويكون للمجتمع الدولي أكيد حل رادع لهذا الأمر ووقف هذا النزيف، وأن يعني يقوم المحتل الإسرائيلي على الأقل بالالتزام بالمواثيق الدولية. طيب ابقى معنا دكتورة غادة جابر الكاتبة والباحثة السياسية، وسنتابع معكم مشاهدينا الكرام البيان الختامي للقمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية، حيث أشار البيان إلى استضافة الرئيس السيسي في مصر قمة ثلاثية بحضور صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وفخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين في العالمين في يوم 14 من أغسطس 2023 لبحث تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات الراهنة في أرض دولة فلسطين المحتلة والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها. أيضا الجزئية الثانية في البيان أكد القادة على الأولوية التي توليها الدول الثلاث للمرجعيات القانونية الدولية العربية لتسوية القضية الفلسطينية، وعلى رأسها ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. أيضا أكد الرئيس السيسي والملك عبد الله الدعم الكامل لجهود الرئيس الفلسطيني على جميع الأصعدة في سبيل استعادة حقوق الشعب الفلسطيني. أيضا أكد القادة أن حل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي. خمسة، شدد القادة على وجوب تنفيذ إسرائيل التزاماتها وتعهداتها وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقات والتفاهمات الدولية السابقة. وأيضا شدد القادة في هذا السياق على ضرورة احترام إسرائيل لالتزاماتها. إذن مشاهدينا الكرام كانت هذه بعضا من البيان الختامي للقمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية،
وأخيرا دكتورة غادة، هل من تعليق على ما ورد في البيان الختامي لهذه القمة التي عقدت في مدينة العلمين الجديدة، خصوصا أنها أكدت ما تم التأكيد عليه مرارا في لقاءات وقمم سابقة؟ بالطبع، يعني إصرار الدولة المصرية أن تتصدر القضية الفلسطينية المشهد الأول لجميع القضايا التي تخص الدول العربية، وعلى أولها الدولة المصرية ثم المملكة الأردنية الهاشمية والدولة الفلسطينية، هما يسعيان دائما إلى حل هذه القضية، لأن السلام في الشرق الأوسط مرهون بأن يكون هناك استقرار وسلام داخل دولة فلسطين. طبعا القمة بتتحدث عن المرجعيات القانونية التي تخططها إسرائيل بكل الوسائل، تخطط كل المواثيق الدولية. يعني إذا تحدثنا عن التاريخ وعن الميثاق في الأمم المتحدة، يعني كان الشرط الأساسي أن تعترف منظمة الأمم المتحدة بأن إسرائيل دولة في الأساس، هو أن تحترم الوقوف على حدود 67، وأن تحترم السلام والاستقرار، وأن يعيش الشعبين في السلام. فطبعا نقدر نقول أن أحقية إسرائيل كدولة سقطت أصلا من ضمن المواثيق الدولية بمجرد أنها يعني اخترقت هذه المواثيق ولا تعتني بها ولا تهتم بكل التمديدات الدولية التي بتشير أن إسرائيل انتهكت كل المرجعيات والمواثيق الدولية. طبعا في النقطة الأهم التي تسعى إليها دائما أيضا الدولة المصرية، وكانت هناك قمة العالمين الجديدة أيضا التي عقدت منذ تقريبا 15 يوما، وكانت بتتحدث أو بتعمل على أن يكون هناك لجان مشتركة لتنسيق حل النزاع والانقسام داخل الشأن الفلسطيني. وطبعا ده أمر مهم جدا من أجل أن يكون هناك حكومة وطنية همها الأول هو القضاء أو الوقوف بقوة أمام الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء هذا الصراع. شكراً. والدم الدائم داخل الدولة الفلسطينية. شكرا لك دكتورة غادة جابر، ونكتفي بهذا القدر مشاهدينا الكرام. كانت معنا دكتورة غادة جابر الباحثة والكاتبة السياسية، كانت معنا عبر الهاتف. فاصل قصير مشاهدينا الكرام، نتحول بعده إلى الملف الأخير معنا اليوم في النيل مباشر. نتحول إلى الملف الأخير، فقد أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحد الأدنى للقبول بتنسيق المرحلة الأولى لكليات الطب إجمالي 91.34%، وطب الأسنان 90.97%، والعلاج الطبيعي 90.12%، والصيدلة 89.51%. وأعلن عاشور خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة أن الحد الأدنى للقبول بكليتي الهندسة 85%، والتخطيط العمراني 83.41%. كما أعلن وزير التعليم العالي أن الحد الأدنى للقبول بتنسيق المرحلة الأولى لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية 86.46%، وقطاع كليات الألسن 84.51%. أما بالنسبة للإعلام فقد بلغ الحد الأدنى 83.65%، والآثار بلغ 80.73%. كما أعلن عاشور أن الحد الأدنى للقبول بتنسيق المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 250 درجة للشعبة العلمية و 238 درجة لطلاب الشعبة الأدبية، على أن يبدأ التسجيل للمرحلة الثانية اعتبارا من الغد. وللمزيد من المتابعة والتحليل تنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة نيفين شحاتة، نائب رئيس تحرير الأهرام، رئيس قسم التعليم بالأهرام. أستاذة نيفين، أهلا بك. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة. إلى أي مدى اختلفت مؤشرات القبول بالكليات في تنسيق المرحلة الأولى عن الدرجات والمؤشرات في الأعوام السابقة بالنسبة للقبول بالكليات المصرية؟ بالفعل طبعا قطاع المجموعة العلمية. أستاذة نيفين لو ترفع الصوت بعض الشيء لأن الصوت ضعيف بالنسبة لي.
بالفعل المجموعة العلمية علم علوم واضح جدا ان في انخفاض عن العام الماضي بحوالي من 1.5 لـ 2% في القبول بالكليات سواء المجموعة الطبية او الكليات العلمية. يمكن قطاع علم الرياضة او اللي هو الهندسي كان في يعني ارتفاع عن العام الماضي، لكن انخفض بصورة ملحوظة كمان القطاع الادبي في انخفاض كبير في المجاميع عن العام الماضي بفروق واضحة. وطبعا دي يمكن عكست اصلا يعني المجموع التكراري لنتيجة الثانوية العامة سواء لطلاب علم علوم علم رياضة ادبي، لان طبعا كان واضح جدا ان علم علوم كانت المجاميع الاعلى تليها علم رياضة ثم الادبي اللي هو يعني كان السنه دي مجاميعه منخفضه عن الاعوام السابقه، وبالتالي جاءت نتيجه التنسيق معبره عن نتيجه الثانويه العامه بصوره واضحه جدا. وطبعا يمكن الوزير كمان اعلن في المؤتمر الصحفي ان عدد الطلاب اللي تقدموا حوالي 22,304 بالنسبه لعلم علوم، والدرجات اللي تم قبول المرحله الاولى بيها هي 362 درجه بنسبه حوالي 88.29%، ده بالنسبه للشعب العلميه. شعبة العلم رياضه 15,013 طالب وطالبه بمجموع 342 درجه فاكثر بنسبه 83.41% فاكثر. وطبعا الشعبه الادبيه كانت عدد طلاب 74,923 بمجموع 289.5 درجه فاكثر بنسبه حوالي 70.61% فاكثر. طبعا الوزير اعلن كمان ان المرحله الثانيه هتبدا ان شاء الله غدا الثلاثاء لمده 5 ايام من الثلاثاء الى السبت المقبل، وطبعا الموقع الالكتروني اللي خاص بالتنسيق هيبقى مفتوح لطلاب المرحله الثانيه. وطبعا اللي هتبقى الحدود بالنسبه للشعبه العلميه علم علوم وعلم رياضه الحد الادنى هيبقى 60.98%، وبالنسبه للشعبه الادبيه هيبقى حوالي 58.5%. وبرضه هذه المرحله بتعكس نتائج الثانويه العامه والمجموعات التكراريه. وطبعا ابنائنا الطلاب بننصحهم ان هم يعني يدونوا رغباتهم في المعامل الرئيسيه في التابعه للجامعات الحكوميه او من خلال الحاسب الشخصي، وان هم لكل طالب وان هو يبتدي ان هو يعني يكتب رغباته في ورقه خارجيه ويشوف المؤشرات بتاعه قبول الكليات في الاعوام السابقه، وده موجود على الموقع الالكتروني للتنسيق. طيب استاذه نيفين، استاذه نيفين، بالنسبه لتنسيق المرحله الثانيه هل نقدر نقول ان هو ما زالت هناك مقاعد في الكليات المختلفه ايضا بالنسبه لطلبه المرحله الثانيه من التنسيق سواء بالنسبه للعلم علوم او علم رياضه او الادبي؟ طبعا لو احنا قلنا بين قوسين كليات القمه يعني هيبقى الفرص شبه منعدمه بالنسبه لطلاب المرحله الثانيه، لكن هيبقى في كليات تانية أخرى. وأنا طبعا بنصح أبنائنا الطلاب من خلال يعني شاشة حضرتك إن مسألة سوق العمل ومتطلبات سوق العمل والتخصصات اللي عليها إقبال يعني يا ريت يبقى في تركيز عليها بصورة أكبر، لأن كليات القمة أو هذا المعنى موجود عندنا إحنا هنا في مصر فقط، مفيش أي دولة في العالم فيها يعني ما يسمى بكليات القمة. القمة في الكلية اللي أنت هتثبت فيها وجودك، اللي هتتوافق مع ميولك ومع المواهب الخاصة بتاعتك ومع متطلبات سوق العمل. أعتقد الطالب الناجح هو اللي هينجح في مثل هذه الكليات والالتحاق بيها، لكن مسألة بقى كلية هندسة وطب وما إلى ذلك هذه الكليات يعني فيها يعني أعتقد إن ما بقتش دلوقتي حلم لكل طالب بقدر الحلم إن هو يحصل على وظيفة بعد التخرج. تابعنا يعني مثلا الحد الأدنى للقبول بكليات الطب بلغ 91.34%. أستاذة نيفين، يعني من سنوات قليلة كان في بعض الطلبة بيجيب 98.97% علم علوم بقدرش يدخل كليات الطب. إلى أي مدى حضرتك بتشوفي إن فعلا أسلوب الامتحانات في السنوات الأخيرة أو في السنة الأخيرة على وجه التحديد بالنسبة لطلبة الثانوية العامة كان له دور برضه في خفض نسب ومعدلات القبول بكليات الطب على سبيل المثال؟
حضرتك خلاص المجاميع بقى اللي هي كانت فلكيه دي خلاص من سنتين فاتوا في امتحانات الثانويه العامه ما بقيناش نسمع عنها، رجعنا تاني للمعدل الطبيعي لتنسيق الكليات، واعتقد السنه دي كمان مؤثر واضح جدا لهذا الامر. وكليات مثلا زي السياسه والاقتصاد وكليات الاعلام واضح جدا انها رجعت ايضا لمعدلات الثمانينات كما كانت في السابق، وده بيدل على ان نظام امتحانات الثانويه العامه فعلا بيقيس الفروق الفرديه ما بين الطلاب ودرجه مذاكرتهم واستيعابهم للماده بطريقه الفهم والتفكير وليس بطريقه الحفظ والتلقين. فطبعا يعني ده بيدي برضه مؤثر لطلاب الثانويه العامه العام الدراسي المقبل ان هم يركزوا ويشوفوا طريقه الامتحانات وطريقه صياغه اساليب الامتحانات عشان يتمكنوا من المذاكره بالطريقه اللي بتيجي بيها الامتحانات وليس طريقه مدرسين الدروس الخصوصيه او السناتر بين قوسين زي ما بنقول. طيب استاذه نيفين، على ضوء انخفاض الحدود الدنيا للقبول بالكليات اللي كان بيكون عليها اقبال في السابق، هل نقدر نقول ان ايضا هذا الانخفاض في الحدود الدنيا للقبول بالكليات اللي هي في الجامعات الخاصه ايضا هتشهد انخفاض ايضا في الحدود الدنيا للقبول بها خلال العام الحالي؟ طبعا هو ما يحدث في تنسيق الكليات الحكوميه وجامعات الحكوميه بيحدث بالتالي في الجامعات الخاصة، بينخفض أيضا التنسيق والجامعات الأهلية، وأعتقد أن يعني أكيد كل طالب ناجح في الثانوية العامة هيبقى له مقعد في الجامعات المصرية أو الحكومية أو الخاصة أو الأهلية أو حتى كمان المعاهد، يعني كل طالب ناجح لازم يكون ليه مكان في الجامعة أو في المعهد اللي تابع لوزارة التعليم العالي. شكرا لك يا أستاذة نيفين شحاتة، نائب رئيس تحرير الأهرام، رئيس قسم التعليم بالأهرام، كنت معنا عبر الهاتف. وبكده مشاهدينا الكرام نكون وصلنا إلى ختام حلقة النهاردة في النيل المباشر، بكرة إن شاء الله موضوعات جديدة، حتى ذلك الحين تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء.